ليه نجيب اتنين بس؟ عشان ايه؟ لان الزياده السكانيه خطر على التنميه. اه. ومن معوق اساسي من معوقات التنميه، وخصوصا ان احنا مصر دلوقتي حاطت استراتيجيه للتنميه 2030 وبتستهدف العداله الاجتماعيه، بتستهدف القضايا السكانيه، ان احنا نوصل لاعلى معدلات التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه في خلال عام 2030. فطبعا النمو الزياده السكانيه بتعوق لما لها من ارتباطات وثيقه بالبطاله والاميه، فطبعا بتعوق عمليه التنميه المنشوده اللي بتاملها مصر. طيب خلينا دلوقتي نتكلم، يعني معظم الستات اللي في المدن او الاسر اللي في المدن عندهم وعي كامل بالكلام ده، تمام؟ احنا دلوقتي احنا بنعمل التوعيه دي لمين؟ بنعمل التوعيه دي للناس البسيطه في القرى وفي المحافظات، عايزين ان احنا نوصل لهم المعلومه بطريقه هم يفهموها، تمام؟ فانا عايزه اقول للستات والرجاله اللي في القرى وفي المحافظات اللي بيتفرجوا علينا، ليه ما نخلفش غير اتنين بس يا جماعه؟ ليه؟ خلي بالك في فلاحين كتير يحب بيجيب بالعشره وبالسته وبالسبعه، ليه؟ بيخدموا، يخشوا ينزلوا في الغيط، بيجيبوا فلوس، فاهم قصدي؟ فاحنا نقول لهم ايه دول بقى؟ عايزين نوجه لهم هم رساله. بصي، هو بالبلدي كده وبالكلام التلقائي بتاعنا، أيوة بالبلدي، بتاع الشعب المصري. ان الولاد دي مفاهيم مغلوطه داخل المجتمع المصري وثقافات متعدده في كل ربوع مصر. في بعض القرى وفي الريف بتشوف ان الولاد الكتير عزوه، وبتشوف ان الولاد ممكن هجيبهم عشان اقدر ان انا يشتغلوا، دي كلها مفاهيم عزوه لو معايا اصرف عليهم. دي بالفعل، انما انا مش ممكن اقتصاديا اوريدي. فاوريدي احنا كمان كوزاره التضامن الاجتماعي احنا بنستهدف الاسر المستفيده من برنامج تكافل، يعني اوريدي اسر معدومه او تحت خط الفقر. ايوه. فبالتالي بتاخد معاش تكافل من وزاره التضامن الاجتماعي، فبالتالي انا بستهدفهم اوعيهم ان الاسر اللي بيبقى عندها من طفل لثلاث اطفال، ان انا بوعيهم ان ما تجيبش تاني لغايه، عشان الخطر بتاع دوت على اساس انت تتمكن اقتصاديا واجتماعيا. احنا بنستهدف 1,148,000 سيدة مستفيدة من برنامج تكافل على مستوى 10 محافظات. العشر محافظات دي الأكثر خصوبة، لقينا ان المحافظات دي فيها. ليه بتقول سيدة مش أسرة؟ ما هي سيدة يعني أسرة، سيدة مستفيدة. ما هو معاش تكافل بتاخده السيدة، بتاخده الست، بتاخده السيدة. أيوه. فالسيدة مستفيدة هي الأسرة المستفيدة. فمليون و148 ألف. أنا كنت عايزة أفهم نقطة، إن الست هي اللي بتاخد المعاش. بالظبط. 1,148,861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافل. بنستهدف السيدة المستفيدة اللي في الفئة العمرية من 15 ل 49 سنة، على أساس إن لقينا في نسبة. بيقعدوا يخلفوا يا دكتور من 15 سنة، من وهي عندها 15 سنة لحد ما يبقى عندها 50 سنة تقعد تخلف عيال. ما هي دي المفاهيم المجتمعية المغلوطة. طبعا اكيد هي دي المفاهيم اللي اغلبيه بالعيال، مش عارف ايه الكلام اللي هو لحد ما بتقضي عليه. بالظبط، بتجيبه ارضا. ما فيش عارف يقوم، فبيطفش وتلبسه 100%. فهي احنا وجدنا من خلال برنامج تكافل وكرامه اللي بنشتغل عليه في وزاره التضامن الاجتماعي، ان عندنا نسبه 10 محافظات فيها اللي هي النسبه الاعلى خصوبه، تمام؟ وفيها كمان مين بقى المحافظات الاعلى خصوبه دي؟ مهمه. الاعلى خصوبه هنتكلم في البحيره، ها، سوهاج، بني سويف، المنيا، الجيزه، الفيوم، الاقصر، اسوان، قنا. شكلهم ما عندهمش مشاكل. دول العشر محافظات الاكثر خصوبه. اللي هو الاكثر فقرا. هي ده انا عايز اقوله. وفي نفس يعني الوقت مثلاً وفي نفس الوقت زي ما دكتور عمرو يعني بيتكلم، هي دي فعلا بيبقوا هم اكثر فقرا. ايه المتعه ان انا اجيب عيال عشان اشحت عليهم، عشان ما بقاش عارفه اكلهم منين؟ يعني ايه المتعه في كده يا دكتور؟